بسم الله الرحمن الرحيم. هل العين من زينة المرأة أو لا؟ العين ليست من الزينة لأنها تحتاج إلى إبرازها للنظر الطوح، فالذي يظهر ونص عليه كثير من العلم أنها ليست غير داخلة في الزينة التي نهى الله عن إبدائها، لكن إذا تيسر سترها وأن تنظر من وراء الخمار وتعرف الطريق من وراء الخمار الساتر يستر وجهها ولكنها تتمكن من رؤية الطريق هذا أكمل، وإن لم يتيسر ذلك وأفردت العين أو العينين فلا حرج كما يفعل بعض الناس، هو النقاب ثم النقاب يسمونها البرقع، فإذا جعلت لها برقعا أو نقابا يستر وجهها كله إلا إحدى العينين أو إلى العينين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله لأنها محتاجة إلى أن ترى الطريق وأن ترى ما أمامها. بارك الله فيكم. ابن باز رحمه الله.